يعني مثل ما تابعنا بالتقرير السابق، حملات وهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي تحولت لخبر صار بيفتح باب للنقاش لليوم مرة جديدة عن مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا تأثيرها بحياتنا، لنتعرف أكثر على وجهة النظر المختصة بهذا الموضوع. بصرنا نستضيف معنا أيضا الأخصائية ريندا رزق الله، دكتورة بعلم النفس وعضو هيئة تدريسية بجامعة دمشق، معالجة نفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، صباح كيفكم؟ النور دكتورة. صباحكم بالبداية خير. نحن يمكن تابعنا من شوي التقرير وتابعنا يمكن آراء مختلفة بين رجال وبين نساء، منهم يمكن رفضوها للفكرة كاملة. خلينا نحكي يمكن عن هالفكرة وعن طرحها، عن طرحها الملفت يعني بشكل كتير فظيع على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا في عنا التقرير طرح فكرتين. الفكرة الأولى هي العنوسة وكيف حلول، يعني أحد الحلول لها هو إنه الزواج الثاني والثالث والرابع، والفكرة الثانية هي الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي تأثيرها على المجتمع. فنحن رح نحكي عن الفكرة الأولى ونشوف قديش مداها أو شو التفاعل بينه وبين الفكرة الثانية. تقرير كتير لطيف كان وحلو، آراء متنوعة، لكن كمان بتدل على محدودية الاطلاع، يعني اطلاع الإنسان ووعيه وعمق نظرته لموضوع الزواج. لأنه بالحقيقة موضوع الزواج هو موضوع ما له بهالبساطة، ما له بهالسطحية، يعني هو موضوع عميق جدا، مؤثر، بيأثر على أجيال قادمة، على أبناء وأحفاد وسلسلة متلاحقة من الناس يعني بدها تجي، يعني هي ما لها متعلقة بشخص، بفرد صحيح. واحد. فلذلك هي موضوع، هو موضوع كتير خطير وكتير مهم، وما فينا ناخده بهالسطحية هاي انه والله زوجي زوجك، يعني شو يعني هذا موضوع غريب، يعني الطرح هو الفكرة هيك صادمة. ولكن بالحقيقة عم نشوف نحن من خلال المحاضرات اللي بنعملها بالمراكز الثقافية وهيك، مطروح هيك أفكار من قبل بعض الناس، والغريب إنه هن الكبار بالعمر بيطرحوا بإنه نحن مستعدين نتزوج البنات يلي معنسين، إن نحن بنعمل مثل حملة مشان نساعد البنات يلي ما عم يتزوجوا، واللي يعني مثل إنه واحد عم يتبرع، عم يقدم خدمات للمجتمع بهي الطريقة. طبعا قدم خدمات للمجتمع بأي طريقة بدك، بأنك تأمن فرص عمل للصبايا وللشباب لحتى يقدروا يتمكنوا من فتح بيت ويتزوجوا، تأمن لهم الوعي، ترفع مستوى التعليم اللي هو منخفض جدا ليزيد الوعي بشو معنى الزواج ومفهوم الزواج ومفهوم العلاقة أساسا بين الذكر والأنثى، بين الرجل والمرأة، كيف تحترم المرأة، كيف هي المرأة مين، لأنه في كتير رجال بيقول لك ما بنفهم على المرأة مين هي المرأة. طب انت كيف بدك تتزوج ومعلن بهي الطريقة وانه انت مالك فهمان على مرأة وحدة، خلينا نقول، او على تتعامل مع انسانة، يعني شو يعني زوجة. غير انه مفهوم الحب مختلف بين الانثى والذكر، بين الرجل والمرأة، كتير كبير كمان. هذا موضوع بحثي كتير كبير ممكن نشتغل عليه، نحكي فيه يعني للمراهقين، للمراهقات، للي مقدمين على سن الزواج، ينحكى فيه ليشوفوا شو معنات مرأة ورجل. لأنه غالبا مو بس الأسباب المادية والظاهرية هي اللي عم توقف أو تعطل تعرقل الزواج، هو في أشياء نفسية، نفسية وفكرية، وإنسان إذا هو لسه مو منسجم مع حاله، لسه هو ما له فهمان حاله، كيف بده يفهم الآخر؟ كيف بده يكون عنده مكان داخل نفسيته للآخر ليستقبل الآخر، سواء كان رجل أو امرأة؟ فبده يكون هو مرتاح نفسيا ومستعد لاستقبال شخص آخر ليقدر يفهمه، ليقدر يتعامل معه، ليقدر ينضجوا مع بعض. فهي عملية معقدة ما لها بهالبساطة. لذلك مو بس هي قصة بيت ومصروف وانتهى الموضوع، انه اذا امنا بيت ومصروف فصار الزواج ممكن، انه لا، مو هيك القصة فقط، هي اعمق من هيك واكبر من هيك. وهذا الموضوع، والانثى عندها علاقة، بعلاقة الحب بترفض التعددية اساسا، يعني صح. بطبيعتها الغريزية والبشرية هي بترفض التعددية، ما بتقدر تكون مع رجلين بنفس الوقت، تحب اثنين بنفس الوقت، بنفس المستوى، بنفس العمر. الرجل فيه، الرجل في عنده مفهوم آخر، لأنه في كمان بالنسبة للحب هي وحيدة بالنسبة له، ولكن ممكن يقيم علاقة مع وحدة تانية،
ولكن تكون العلاقه جسديه بعيده ما لها علاقه حميمه. فنفسيا على المفهوم النفسي ما بيقدر الشخص الا يكون في واحد بحياته على المفهوم النفسي، على المستوى النفسي. اما المستويات الاخرى الجسديه والماديه وما بعرف شو، في اجتماعيه، في كثير اشياء بتاثر على الموضوع التعدديه. ولكن بالمطلق المراه بتحب تكون هي الوحيده بحياه الرجل وهي المميزه. يعني احيانا كثير بيعرفوا الرجال بهذا الموضوع، انه بصير بيقول لها انت ما في غيرك بحياتي، وممكن يكون في غيرها بحياته، في غيرها طبعا، يعني غيرها ولكن بغير طريقة. يعني ممكن تكون بيحب أمه، بيحب أخته، بيحب رفقاته، عنده صديقة، عنده زميلة بالشغل، ولكن هي ما في غيرها بحياته. يعني هذا لأنه بيفهم أنه المرأة بتحب هذا الشيء، وبيفهم بأنه هي بالفعل إذا ما انوجدت وما كان في غيرها بحياته ما رح تقدر تكون بالعلاقة معه. لذلك الموضوع هو أعمق منقول. والمشكلة لما بينطرح على الفيسبوك بهي الطرق السطحية، بهي الطرق اللي فيها هيك مثل مجانية، يعني حتى اسم الحملة يمكن دكتورة زوجي زوجك في يعني طبعاً استفزاز شوية، يعني مع الاحترام لكل الصبايا والنساء يمكن اللي حابوا انه يحلوا مشكلة ما بالمجتمع، بس يمكن وضحتي الطريقة الأمثل لحل المشكلة بالتوعية والفهم وايضا الاسباب السلبيه لهي الحمله، وخاصه تمرير هيك افكار خطيره عبر مواقع التواصل. يعني يمكن هي الفكره مرقت، يمكن افكار ثانيه ما تمرق كمان. طبعا لانه بالحقيقه عم نشوف بمواقع التواصل على الفيسبوك يعني اشياء هيك صادمه كثير، يعني انه بهالموضوع هذا، وبرجعنا لمرحله مراحل كثير قديمه، برجعنا 100 سنه لورا او اكثر حتى. يعني ما المجتمع تطور والمراه قطعت هذا الشوط. يعني الصبايا عنا بالرغم من كل الظروف الصعبة بالعكس زادتهم قوة، زادتهم مناعة، زادتها فهم لنفسها، ما عادت تقبل بالأشياء اللي كانت تقبل فيها قبل. نعم، هون دكتورة كمان منفتحة أكثر. هون بدي اتطرق لموضوع المرأة، يمكن لما توصل لسن محدد بصير يمكن انه هي بترضخ لهذا الأمر، مشان مثلا انه هي بدها تتجوز، بدها تتزوج، بدها تجيب اولاد. يعني في هون نسبه من الوعي لازم قديش يكون مهم بين النساء، وما يقبلوا بتعدد الزوجات او ما يقبلوا بهدول التفاصيل. هلا تعدد الزوجات هو خيار موجود بالمجتمع، يعني انه ما فيكي تقول نحن نحكي بحاله مثاليه او نحكي بتنظير. يعني للحقيقه هو موجود بالمجتمع، نحن بنشوف الواقع، بندرس الواقع، شو في تعدد زوجات، وفي كل حدا بيختار الخيارات اللي بتريحه. ولكن انه نحن نعمل حمله خصوصيه مخصصه لحتى انه نحن عم نحارب العنوسه وبحجج واهيه وبشعارات واهيه، لانه نحن نروج هذا الموضوع، فبصير اي حدا انه ايه نحن انا بدي اتزوج فلانه، او بيعرض على فلانه الزواج، حدا وحده قطعت عمر معين مثل ما عم تقولي، بصير بيعرض عليها انه بس بهدف انه هو هدف انه هيك هو بهدف اهداف ثانيه، ولكن الاهداف المعلنه هي انه بدنا نخفف العنوسه، انا عم بقدم خدمه للمجتمع. بدي دائما الانسان بيدور على انه هو سلوكه يكون صالح، يعني انه انا عم بعمل شيء منيح، عم بعمل خير للمجتمع، عم بعمل ليورجي ليبرر لحاله انه هو ما عم يعمل شيء غلط، حتى ما يحس بمشاعر ذنب تطلع بعدين او قصص ثانيه. لذلك الموضوع بهالطريقه، طرحه بهالطريقه هيك، حتى الاعمار الصغيره، يعني هي مين بينجرف بهيك مواضيع؟ الاعمار الصغيره والاعمار الكبيره اللي ما عندها نضج الكافي او الوعي الكافي، ومو محققه ذاتها، يعني هي ما محققه ذاتها بطريقه معينه، وصلت لعمر معين، حست حالها على الهامش، بدها اي حدا يكون ونس ليكمل مع مشوار حياتها، فبتقبل باي شروط. أكيد. او الصغيره اللي لسه ما عندها النضج، فرحانه انه حدا عم يعتني فيها، يهتم فيها، عم يصرف عليها، بدها انه او تغير جو او تهرب من اهلها او تهرب من جو معين. فكمان هدول الاثنين، هدول العمرين هن الخطيرين. اما مراحل النضج الواعي اللي بتكون عم تشتغل، بتكون عم تصرف على حالها، بتكون فهمانه الاخر، بدها رجل يعبي مخها مثل ما بيقولوا بالاول قبل ما يكون هو بس مجرد شكل رجل. نعم. أكيد دكتور، يمكن حكيت نقطة كتير مهمة، هي أنه المرأة هلأ صارت غير زمان، هلأ محققة ذاتها، إن كان بالعمل عم توصل كمان مناصب إدارية منيحة، عم تدرس، عم توصل كمان لدراسة أكاديمية كمان عالية. اليوم بسوريا 7 سنين مرقوا،
يمكن اللي كان عمره بالعشرين صار عمره بالثلاثين بهي الفترة. هذا الجيل اللي ممكن عم بيعاني شوي من نظرة المجتمع، كيف فينا نصحح كأخصائية اجتماعية نظرة المجتمع لهذا الجيل اللي هو فعلا انظلم بالحرب لكن حقق ذاته بشغلات تانية؟ كيف فينا نصحح نظرة المجتمع حتى فعلا نحل هاي الظواهر السلبية اللي عم تكون على مواقع التواصل؟ دائما الحروب والكوارث بتعطي جانبين، يعني جانب سلبي وجانب إيجابي، بتهد من مكان بس بتعمر مكان تاني. يعني بالحقيقة بشوف صبايا وشباب بعمر صغير هن قدرانين، عندهم طموح كتير كبير وحاطين خط لحالهم وبمعزل عن كل شيء عم يصير حواليهم وماشيين بخطوات معينة وعم يحققوا ذاتهم بالدراسة وبالعمل. يعني عندي طلاب جامعة سنة أولى وسنة ثانية كلهم بيشتغلوا، يعني معظم الطلاب بيستغرب إنه هن عم يشتغلوا وعم يدرسوا بنفس الوقت ودايما عم يوازنوا بالوقت. فهدول الناس يعني بعد فترة، بعد 10 سنين حيكونوا ناس بينهضوا بالمجتمع، حيكونوا في عندهم رؤية جديدة، أفكار جديدة، حيعملوا لنا تغيير جديد، دم جديد للمجتمع. فنحن كنفسيين وكأخصائيين نفسيين ما بنشوف المجتمع مثل هلأ، مثل هلأ ظرفه الراهن، بنشوفه لبعدين لقدام، لأنه دائما في بذور عم تنزرع وبدها تطلع بطريقة معينة. نحن بنعتني بهي البذور لحتى تطلع لقدام، يعني بنفكر بالمجتمع لقدام كيف بده يكون. ما بنشوف هلا انه هلا والله عندنا اوضاع هيك، بنشوفها وبنحاول نساعدهم، ولكن بتشوفي انه هلا الجيل الجديد مختلف تماما وعيان تماما. شو عم يصير؟ كله عم يدرس، كله عم يعمل لغات، قبل عمره كمان تماما، كله وعي لقيمه الماده، لقيمه المصروف، لقيمه الشغل، العمل قديش مهم. وما بيستحي بالعمل، يعني في عندي طالبات بيشتغلوا، احيانا في احداهن بتشتغل بالبيوت ما بتستحي بتقول قدام العالم انه انا بشتغل، وهي يعني بيحسوا بقيمه العمل، حسوا بقيمه العمل وبكل فخر، وانه هذا مجرد عمل حتى يدعمهم للدراسه لمستقبل، يعني عم يشوفوا لقدام. فهدول هذا الجيل انا بفتخر فيه كثير، وهدول بنشجعهم كثير لانه يعطوا كمان، وفي عندهم انفتاح لوسائل التواصل فادتهم بشيء انه هالانفتاح العالمي، صار انفتاح على المعلومات، الكم المعرفي الهائل، صار اذا بده اي معلومه موجوده، ما عاد في صعوبه انه يروح يدور. يعني انا كنت من مؤخرا عم ساوي بحث بخصوص موضوع نفسي واجتماعي، ما كان عندي صعوبة أني طلع أبحاث ودراسات سابقة، بينما مثلا برسالة الماجستير والدكتوراه بال 2002 و3 عملتها كان في صعوبة، كان في صعوبة تحصلي على المعلومة. فهلأ الوسائل التواصل والإنترنت فتح لك العالم كله قدامك، وبالأخص بمجال العلم. يعني بس حدا يقصد أنه يروح على مجال العلم، ما يستخدمه بهالشغلات اللي ترجعنا لورا، لا يستخدمه لشيء يدفشنا لقدام، يدفعنا لقدام. فهذا الجيل هو منتبه لهالموضوع، طبعا جزء كبير منه ما بنقدر نعمم، لانه في ناس بيضل في عندك فئه ضعيفه، فئه غير قادره انه تكمل، فئه بده مين يساعدها لحتى يوعيها، وهذا دورنا نحن انه نوعي، ودور التلفزيون، دور الاعلام انه يوعي ويطرح هاي المواضيع للتوعيه. نعم دكتوره، من خلال يمكن مواكبتك للاجيال مثل ما عم تحكي، قد ايه بالميه بياثر موقع التواصل الاجتماعي بالشكل السلبي على الطلاب وعلى المجتمع بشكل عام، وقد ايش بالميه بياثر بالمنحى الايجابي؟ هلا بالميه شوي بدها احصاءات هاي وبدها دراسه موسعه، ولكن يعني حسب ما انا يعني بشوف تقريباً. حسب ما انا بشوف انه في عنا شوي بيلهيهم عن العمل، يعني في ناس اللي مستعدين لانه يلتهوا ويتسلوا او عندهم قلق كثير بده يعبوه بشيء، بيعبوه بشيء فاضي. يعني المشكله انه بنعبي وقتنا بس بشيء فاضي، مثل الايام العاديه اللي ما فيها، او السنين العاديه اللي ما كان فيها انترنت، كانوا يعبوها بزيارات وصبحيات وطاحنك ويروح الوقت كله، يعني يروح نهار كامل على شيء بلا طعمه، بالنهايه ما انجزنا شيء. فنفس الشيء اللي مستعد هو اللي عنده قلق كثير كبير بيصير بيعبيه باشياء هيك سطحيه وشو ما كان، فاجى الانترنت والفيسبوك ليعبي هذا المكان.
ولكن اللي عنده هدف معين، اللي حاطط هدف لحياته، بيقدر يوقف بأي لحظة، بيقرر بيقول لا أنا هلا عندي وقت دراسة، أنا هلا عندي وقت شغل. مثلا بالمحاضرات عندي كتير أوقات بلاقي الموبايلات تحت المقاعد وعم هن متابعين يعني شو عم يصير على الفيسبوك، ولازم يكونوا إن دائما، بس المحاضرة ماشية يعني أنا بعلق عليهم وبحكي معهم هيك بشكل ودي وبنمزح انه يعني اجلوهم شوي، هلا فينا ناجل هالتعليقات لبعد مثلا نص ساعه او ساعه لنخلص المحاضره، نشوف شو في معلومات بالمحاضره. فهون يعني بيبقى الاشياء هي توجيهيه، كيف نحن ننظم وننسق ونعلمهم التنظيم والتنسيق. بفتره معينه بالمراهقه شوي صعب ينضبط، لانه بيكون كثير منطلق للعالم الخارجي، منطلق من الاسره للخارج، وبده يعرف كل شيء عن الدنيا، فبيحس حاله موجود بالفيسبوك، الناس عم تعطي تعليقات كومنتات حلوة، بالأخص إذا صبية عم يحطوا لها إنه شكلك حلو، بيهمها كتير الشكل، بيهمها كتير الصورة، هذا عم يدعم شوي المراهق بالأنا تبعهم، بدل ما يكون هو مهمش أو مسكر باب غرفته وقاعد لحاله. في ناس هون بيكونوا داعمين له أو لإلها على الصعيد النفسي، يعني عم يجي دعم. يعني الكومنتات أحيانا بنساويها موضوع علاج، يعني اذا وحده مكتئبه كثير بقول لها حطي صوره جديده على الفيسبوك، بتحط صوره بيجيها تعليقات كثير حلوه، بنشوف قد ايه في ناس بتحبك، شوفي قد ايش في ناس عم تقول لك الشغلات يلي عندك وحلوه. فاذا فبتعطيها هي شويه انه بترفع لها المعنويه، فممكن انه يعني هيك بيستخدم ايجابي، وبهداك بهديك الطريقه يستخدم سلبي. نعم فهمت أكيد. طيب شو بتحب توجهي، يمكن رسالة لكل حدا عم يحضرنا طبعا، وتنبهيه من مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بهي الحملات اللي شوية إلى آثار سلبية؟ الفيسبوك والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بده ذكاء اجتماعي بالحقيقة. يعني نحن من نبني الذكاء الاجتماعي عند طلابنا، عند أطفالنا ومراهقينا وشبابنا، حتى يعرفوا وين يدخلوا وشو يحطوا وشو يعلقوا، امتى يعلقوا امتى ما يعلقوا، وشو الاشياء اللي عم تنبس وشو في وراها، لانه ما الاشياء هيك مثل ما بتشوفها، في وراها رسائل تانية وفي وراها ايديولوجيات معينة عم تنبس. كتير مهم انه نحن ننتبه ونكون واعيين. هذا ما بيجي من خلال جملة او كلمة، هذا بيجي من خلال توعية بالمدارس. ونحن أنا دائما بنصح أنه يكون في عنا حصة بالأسبوع توعية اجتماعية نفسية لبناء الإنسان، لبناء المواطن كمواطن، لبناء الشخص على الصعيد النفسي، مو بس على الصعيد نعبي معلومات ونحشي فكر. صحيح، أهم شيء أنه نعبي وقتنا وحياتنا بالشيء الصح، ويبعدنا طبعاً عن أي هاشتاغات والعمل والإنجاز. يعني دائماً نعم. نكون في عنا إنجاز بحياتنا. صحيح. يعني بجوز يقضي وقت محدد معين للفيسبوك، بس يكون في عنده وقت كمان للإنجاز لحياته الخاصة. نعم، شكراً كثير لك دكتورة، وشكراً كثير على هالموضوع المهم، وفيه نسبة كثير كبيرة من الوعي، إن شاء الله يكون الكل استفادوا منه. شكراً لكم، شكراً للإخبارية السورية لطرح هيك مواضيع مهمة. شكراً لوجودك معنا، وإن شاء الله نلتقي معك بمواضيع تانية بتهم كل العالم. شكراً لوجودك. إن شاء الله.